يقول السائل: زوجتي من 20 سنة تؤخر جميع الصلوات إلى وقت صلاة العشاء فتصليها، وقد رغبتها ورهبتها كثيرا ولكنها لم تفعل، فبماذا تنصحني؟ لا يجوز لها أن تأخر الصلاة عن وقتها من غير عذر. من أخر الصلاة عن وقتها من غير عذر فإنها لا تصح منه ولا تقبل منه، لأنه لم يصلي الصلاة التي أمره الله بها. الله جل وعلا يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فمن أخرها عن وقتها فإنه لم يصلها على ما أمر الله به فلا تقبل منه. فهذه المرأة لا يقبل منها صلاة ما دامت تؤخر الصلوات متعمدة، فإن صلاتها غير صحيحة وغير مقبولة. وإذا لم تمتثل فعليك مفارقتها، لا تبقى معك وهي على هذه الحالة، ويعوضك الله خيرا منها. نعم.